فهمك كده. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. شخصية يوسف احنا خدنا 7 حلقات وشفنا ترتيبات ربنا في حياته من وهو صغير، وبعد كده بسبب يمكن المواهب اللي عنده بسبب محبة بابا ليه اتحسد من أقرب الناس ليه اللي هم أخواته، ومر بظروف صعبة قاسية، وشفنا إن ربنا سنده. ربنا لما بيسمح بظروف صعبة لينا ما بيسيبناش، دي لازم نكون متأكدين منها تماما. ربنا لما بيسمح بظروف صعبة ما بيسيبش أولاده. فربنا باركه، بارك أعماله، نجحه نجاح هايل لدرجة بقى محل ثقة من كل مكان يروح فيه، سواء بيت فوطيفار أو في السجن. بعد كده ربنا رفعه، ونتيجة أمانته محبته طهرته ربنا رفعه وبقى هو المتحكم في أرض مصر كلها. فرعون قال له أنا أقعد على الكرسي، لكن أنت اللي تعمل كل حاجة، فيش واحد هيحرك إيده ولا يحرك رجله في مصر من غير إذنك. وشفنا الحكمة بتاعته اللي ربنا يعني عطاها له، هو كان دايما حاطط ربنا فوق كل حاجة ومتمتع كده بالحكمة والنعمة اللي ربنا بيديها له. فنتيجة الحكمة دي رتب كويس قوي، وشفنا احنا زي ما قلنا في الأول أسرار النجاح بتاعته كانت مخافة ربنا اللي في قلبه وإحساسه بحضور ربنا وحسن التدبير مع الاجتهاد، وأيضا تسليم حياته لربنا بأنه هو ما كانش بيشتبك مع الشر ولا بيشيل الهم. وبالفعل ربنا اتمجد وبارك أعماله كلها ونجحه، حوش في ال7 سنين الخير محصول كبير، وبدأت سنين المجاعة. وشفنا انه اخواته راحوا له باباهم قال لهم انتوا قاعدين تتفرجوا على بعض وهنموت، ما تروحوا، سمعت ان في مصر في قمح، روحوا اشتروا لنا. راحوا ويوسف عرفهم وحاول بقى يفضل عامل رابطة كده، حجز شمعون شوية وبعد كده قال لهم هاتوا لي بنيامين، جابوا له بنيامين. وبعد كده برضو قبل ما يمشوا برضو ربطهم معاه بطريقة معينة كده، إن هو حط الكاس بتاعته في السلة أو يعني في النصيب بتاع بنيامين وجابهم تاني. فقال لهم خلاص، هم طبعا زي ما قلنا المرة اللي فاتت اتسرعوا في الكلام، قالوا له إحنا نسرق منك، مش معقول، اللي سرق يموت. برضو اتسرعوا في الكلام ده، فهو قال لهم لا، قالوا له احنا كلنا نبقى عبيد، قال لهم لا، اللي سرق هو يبقى عبد ليه وخلاص. فطبعا طلع الكاس في الشوال بتاع بنيامين، فهم طبعا ايه، لان لو بنيامين غاب يعقوب هيموت عليه، يعني كفايه اللي حصل مع يوسف. فحسوا بالندم بقى، ووصلوا لدرجه زي ما شفنا كده في الإصحاح 44، قالوا إحنا بماذا نتكلم وبماذا نتبرر، الله قد وجد إثم عبيدك. بدأوا يفكروا في ربنا ويحسوا إنه يعني هم بعدل بيجازوا نتيجة الخطأ اللي هم عملوه، وحسوا إنه يعني زي كأنهم بيعترفوا بالخطأ. بعد كده يهوذا حاول يتكلم معاه ويقول له إحنا ما نقدرش نسيب بنيامين ونمشي، وخدني أنا عبد عندك، لكن قاعد يعني يتوسل لي. فيوسف كده كان وصل للنهاية معاهم وقال أنا هعلن نفسي ليهم. المرة اللي فاتت احنا بدأنا في بداية الإصحاح 45، هنعيد على الحتة دي تاني ونكمل، وإن شاء الله النهاردة نخلص 45 و46 وحتة كمان من 47. فبيقول كده في بداية الإصحاح 45، فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ أخرجوا كل إنسان عني. واضح أنه كان يعني متأثر وحيبكي، فمن حبه لإخواته ومن عايز يعلن لهم هذا السر يعني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء
فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف، أحي أبي بعد؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. طبعا موقف مفاجئ جدا ومدهش ليهم، صدمة ما كانتش سهلة، إنهم بقالهم رايحين جايين يجيبوا قمح، ومرة يعملهم بجفاء، ومرة يسجن واحد، مرة يحجز واحد، مرة يوكلهم معاه. دي آخر مرة دي كان لسه موكلهم على مائدته، فكلها حاجات صعبة. وأول مرة يسمعوه بيتكلم بلغته، هو كان طول الوقت في ترجمان، في مترجم بينهم، يوسف بيتكلم قبطي وهم بيتكلموا عبري. فلأول مرة طلع كل واحد وراح مكلمهم بلغتهم، اللغة العبرية. الله، ده بيعرف عبري، ده مين؟ قال لهم أنا يوسف. كانت مفاجأة صادمة، صادمة، جمدوا كده، يقول لك جمدوا. لم يجيبوه لأنهم ارتاعوا منهم. فهو حب طبعا يعني يكلمهم بقى بلطف ويشرح لهم إن في ترتيب إلهي. فقال يوسف لإخوته: تقدموا إليك، زي خايفين منه كده وواقفين راجعين لورا. فتقدموا. فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. لأن للجوع في الأرض الآن سنتين، وخمس سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد، فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا، بل الله، وهو قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له: هكذا يقول ابنك يوسف، قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل إلي، لا تقف، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل مالك، وأعولك هناك لأني هناك، يعني في أرض جاسان، وأعولك هناك لأنه يكون أيضا خمس سنين جوعا لألا تفتقر أنت وبيتك وكل مالك. وهوذا أعينكم ترى وعين أخي بنيامين أن فمي هو الذي يكلمكم، يعني زي أنا بشحمي ولحمي، وتخبرون أبي بكل مجدي في مصر وبكل ما رأيتم، وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. هقف هنا بقى شوي. الموقف تحس أن يوسف في مستوى غير مستوى إخواته اللي هم مجرد عايزين شوية قمح ويمشوا. لا، يوسف كان عنده خطة لاستبقاء حياه لإخواته وباباه. وكأن الناس اللي بتعيش مع ربنا بتبتدي شوية شوية تفهم بصبر وبإيمان، لما تصبر ويكون عندها إيمان مع ربنا تبتدي تفهم خطة ربنا لخلاصها ولخلاص أسرتها ولخلاص الكنيسة بتاعتها. يبتدي الإنسان يتفهم خطة ربنا. واضح أن يوسف كان بيتعلم كل يوم، كان بينمو في الإيمان كل يوم. ما أعتقدش، يعني أنا بشكل شخصي ما أعتقدش أن يوسف كان فاهم كده من أول لحظة باعوه فيها وراح أرض مصر كعبد. طبعا ما كانش الأمور واضحة، ما كانش فاهم، لكن يوسف شوية شوية بدأ يفهم خطة الله الخلاصية ليه ولأسرته. عشان كده اللي بيمشي مع ربنا مطلوب منه دايما يصلي ويطلب من ربنا الفهم والحكمة. يا رب اكشف لي طرقك، علمني طرقك، علمني أن أصنع مشيئتك، نور لي يا رب الطريق، اكشف لي يا رب بحكمة كده من عندك أفهم ترتيباتك في حياتي، اديني يا رب الصبر عشان ما استعجلش ولا اخبط لك الخطة بتاعتك.
واخد قرارات غلط او اعمل حاجات غلط وامشي في سكك غلط. اديني يا رب الصبر، اديني طول الاناه علشان افهم خططك واسلم حياتي ليك واكون اداه حلوه في ايدك. ربنا مش عايزنا زي الشطرنج يلعب بينا، لا نبقى كده سلبيين هو بيحركنا، لا ربنا عطينا الحرية نمشي في الخطط بتاعته ونكون أدوات طيعة في إيده ونتجاوب معاه، أو نمشي بمزاجنا ما بيجبرناش ما بيجبرناش. لكن لما الإنسان بيعيش مع ربنا وبيحبه أكتر وبينمو كده في محبته بيفهم إن التسليم لربنا ده أعظم شيء، ده أحلى خطة لحياتي هي اللي ربنا رسمها لي مش اللي أنا برسمها. حتى هو بيتكلم من جوايا، هو اللي بيحط جوايا الرغبات، هو اللي بيحط جوايا التطلعات والاشتياقات، وأنا كمان بصلي له وبسلم له كل حاجة وأقول له لتكن مشيئتك، مشيني أنت يا رب، عرفني الطريق التي أسلك فيها، علمني أن أصنع مشيئتك. فيوسف يوم ورا يوم كان بيطلب كده وفهم خطة الله الخلاصية ليه، فبقى عنده زي اتساع أفق وصبر لحد لما اتضحت الرؤية. قال طيب يبقى الخطة هي كده، إن ده لاستبقاء حياة أسرتنا، لو أبويا وإخواتي فضلوا عايشين في أرض اللي كانوا عايشين فيها في كنعان كان هيتفقروا جوع في الأرض، كانوا هيبيعوا كل اللي قدامهم واللي وراهم علشان لقمة، لكن ده لسه فاضل 5 سنين يبقى يجوا هنا، وهنا ده ربنا عطيني سلطة كبيرة. ويكرر مرتين يقول جعلني الله، جعلني الله، يعني جعلني الله سيدا على كل أرض مصر، أو جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. شوفوا جعلني الله. طيب لما ربنا يجعلنا في موقع معين مش يبقى لينا رسالة مع الآخرين، ولا نبقى أنانيين وأنا بس مجرد أن أنا في الموقع ده مش مهم الناس الباقي أنا كويس؟ لا، ده ربنا حطتني في الموقع ده علشان خدمة إخواتي وعشان خدمة الكنيسة وعشان خدمة كل اللي أقدر أخدمهم وأساعدهم. ربنا هو اللي بيحطنا كل ده، يوسف فهمه، فبالنسبة له تدريجيا أدرك خطة ربنا لي لخلاصه ولخلاص كثيرين. وهكذا إحنا أيضا ما بنعيش مع ربنا ونطلب الحكمة ونصبر على تدابير الله من غير ما نلخبط له خطته، حتى ولو مرينا بظروف صعبة، حتى لو مرينا بمرارة، حتى لو مرينا بمواقف قاسية، وليكن ربنا بيحولها للخير، إحنا بين إيديه هيحولها للخير. فيوسف بدأ يفهم كده، فبيشرح لإخواته كلام كبير الحقيقة عليهم، بس هو ده كان الحقيقة. بدأ يشرح لإخواته قال لهم كده، قال لهم اوعوا تتأسفوا حتى على الأخطاء اللي انتوا عملتوها في حقي ولا وفي حق باباكم انكم كذبتوا عليه، لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. يعني أنا بس سبقتكم على هنا، ده ربنا اللي أرسلني، وكرر أرسلني الله 3 مرات، يعني جعلني الله كررها مرتين وأرسلني الله قدامكم 3 مرات في الجزء الصغير اللي احنا قريناه ده. ربنا هو اللي بيشتغل، أرسلني الله أرسلني الله أرسلني الله 3 مرات، بيأكد إن ربنا هو القائد بتاع حياتنا، واللي بيسلموا حياته ربنا بيعمل عجايب لاستبقاء حياة، ده ربنا من أجل استبقاء حياة لينا. مرة كنت بفكر في الناس، في ناس كتيرة طبعا اللي يحبوا الكورة يعرفوا، وفي كل الرياضات الحياة الجماعية بالذات في حاجة اسمها الخطط بتاعة اللعب، خطط اللعب، الخطط تتنوع بس الهدف واحد، الهدف ان الكرة تدخل في الشبكة او الكرة
يعني تسجل الهدف المطلوب، بس في خطط. الخطط دي يبقى في تحضير وفي تحركات وفي نقل، ونروح في زاوية معينة علشان هنلعب كرة في زاوية تانية، علشان في واحد هيقابل من الناحية دي وواحد بيتحرك من الناحية دي. الخطط دي تبدو إن هي ملاش معنى. إيه اللي بيلعب الكرة في آخر الملعب من الناحية دي، ولا في آخر الملعب من الناحية دي؟ لا، دي خطة صراع على مساحات معينة. يقول لك ده بيفتح الملعب ولا مش عارف بيعمل إيه، لكن في النهاية بتبقى معروف إن في خطط، وكلها هتصب في اتجاه إن الكرة تسجل الهدف. هكذا خطط الله معانا. اللي بيسلم حياته لربنا أحيانا يبقى مش فاهم شوية، طب أنا رحت الناحية دي ليه؟ طب ليه ربنا فتح سكة من هنا وقفل سكة تانية من هنا؟ ما كنا كويسين؟ لا، ده ربنا بيزقنا بيحركنا الناحية دي، بيزقنا بيحركنا الناحية دي عشان فيه خطة، في الآخر فيه هدف. إيه هو الهدف؟ لاستبقاء حياة، لاستبقاء حياة. ربنا هدفه حياتنا الأبدية. بالنسبة ليوسف كان استبقاء حياة ليه ولأسرته، لكن بالنسبة لنا إحنا في العهد الجديد لاستبقاء حياة، خلاص نفسنا وحياتنا الأبدية. هي دي خطة ربنا، هي دي أجمل حاجة ربنا بيرتبها لنا، خطته لاستبقاء حياة. فكررها بقى كتير، لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامك. بعدين بدأ يشرح لهم، طبعا دي زي نبوة، هم ما يعرفوش عنها حاجة، هم ما يعرفوش حكاية السبع سنين دي، هم اللي يعرفوه إن في مجاعة دلوقتي هتمتد قد إيه، يعني ما يعرفوش. يا ريت تخلص النهاردة، يا ريت تخلص تبقى آخر موسم ليها المرة دي. فيوسف عشان عارف قال لهم لا، ده لسه 5 سنين فاضلين. طبعا دي عرفتنا بسن يوسف في التوقيت ده إن هو 39 سنة، لأنه طلع من السجن وهو 30، وبعد كده 7 سنين شبع، وبعد كده 2 سنين مجاعة، يبقى 39 سنة يوسف ويعقوب جاله من يعني في التوقيت ده. كان يعقوب 130 ويوسف 39، ومن هنا نعرف انه يعقوب خلف يوسف وهو 91 سنة. المهم انه شرح لهم الحتة دي، قال لهم لا، ده الاستبقاء حياة. اوعوا تفتكروا ان احنا يعني خلاص انتوا هترجعوا، خلاص هترجعوا تروحوا فين؟ ده انتوا هتموتوا لو قعدتوا هناك، انتوا لازم تيجوا هنا. فهمتوا بقى ترتيبات ربنا؟ 5 سنين ايضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد، مفيش مية اصلا، في مجاعة، فيش ري، مفيش مية، فمفيش فلاحة. فقد ارسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الارض. انتوا كنتوا هتموتوا كلكم عشان يفضل بقية في الارض. ربنا كانت خطته جميلة، فما تتضايقوش، ما تزعلوش، ما لا تتأسفوا ولا تغتظوا. يغتظوا من نفسهم يعني ازاي انا عملت كده يعني، ويحصل مننا كده. ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني، بل أنا، ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا، بل الله هو اللي أرسلني. 3 مرات في جملة واحدة، أرسلني الله قدامكم، أرسلني الله قدامكم، ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا، بل الله. تحسوا يوسف شايف إيد ربنا، شايف ربنا ومعترف بفضله ومنقاد به، مش منقاد بأهواء خاصة ولا لأي أغراض خاصة، منقاد به وفرحان أن ربنا هو اللي بيحركه وبيبعته. وبعدين قال لهم شايفين الوضع اللي أنا فيه، وهو الله برضو قد جعلني أبا لفرعون. يعني يبدو لي أنه فرعون أكبر منه في السن، يعني قد يكون فرعون صغير في السن، مش عارفين قوي، بس يعني فرعون قد يكون أكبر منه في السن. وحتى يوسف ما كانش كبير في السن عشان يتقال أبا لفرعون. طبعا أبا هنا بمعنى أنه هو فرعون بيسمع كلامه، يعني هو فرعون بيطيعه. يعني طبعا فرعون لقى
زي ما شفنا قبل كده إنه رجل فيه روح الله. لقى يوسف رجل فيه روح الله، هو وعبيده شهدوا له، فقال ده اللي نسمع كلامه، ده اللي نسمع كلامه. فبقى أبا لفرعون. الحكاية مش بالسن، الحكاية مش بالسن. يعني احنا مثلا ممكن يكون لنا أب اعتراف أصغر مننا في السن، بس في روح الله بنسمع له وبنطيعه وبناخد من فمه الإرشاد الروحي. قد يكون إنسان بيكلمنا في الكنيسة أصغر مننا في السن، ممكن وعظة لحد يكون في روح الله. القصة مش بالسن، القصة إن الإنسان يكون في روح الله. فيقول قد جعلني الله أبا لفرعون وسيدا لكل بيتي ومتسلطا على كل أرض مصر. فدي كنتوا شايفين، الحقوا بسرعة ما تضيعوش وقت، أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف قد جعلني الله سيدا لكل مصر. قد جعلني الله. شوفوا ربنا في كل فكرة وفي كل كلمة من كلام يوسف، قد جعلني الله. كأنه بيقول لهم ربنا هو ضابط الكل، هو مدبر الكون، مش عايزين نقلق. ده درس عظيم لينا كلنا. ظروف صعبة، في حالة غلا في البلد، في ظروف قاسية، في أمراض محيطة أو بيئة، لكن في إله، هو ده إلهنا. مش إحنا غرباء عنه، إحنا أولاده، تبنانا، إحنا أولاده. هو ضابط الكل، هو مدبر الكون، وعلمنا إن إحنا ما نقلقش. قال لنا لا تهتموا للغد، لا تهتموا بأمور ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس، لأن دي الناس اللي ما يعرفونيش هم اللي يهتموا بيها، لكن اللي يعرفوني اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم، تتحط لكم على البيعة كده، والبي added to you، هتتحط لكم كده من غير ما تطلبوها، تتشغلوا بيها ليه؟ يعني زي واحد بيطلب من باباه انه يخلي له في البيت اكل، هو باباه يعني هينسى انه يحط له اكل يعني، او يخلي البيت فيه اكل؟ مش معقول. فاحنا مش هنطلب الحاجات دي، ماذا ناكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس. في اله ضابط للكل، منشيلش الهم ولا نضطرب. طيب واذا مرت بينا ظروف صعبه؟ ربنا شايف. طب واذا الصعوبات زادت اكتر؟ نصبر ولا نيأس ابدا، مراحم ربنا عظيمه ودائمه الى الابد. يوسف صبر سنين طويله، 13 سنه بعد ما لحد لما خرج من السجن، مش مده قليله، عمر 13 سنه، من سن 17 لسن 30. لكن صبره ده كان فيه رجاء، ما يأسش، ولم يتخلى عن علاقته بربنا وعن نقاوة قلبه وعن محبته للكل وأمانته في أي عمل يوكل لي. فأولاد ربنا مطمئنين إن هم في رعايته، وإن هو هيعمل الخير وهيحول الأمور للخير، ما بيخافوش، ما بيضطربوش ولا يقلقوا ولا ييأسوا أبدا، بيحطوا ثقتهم بالكامل فيه، وهم متيقنين من قدرته ومن محبته ومن عدلته أيضا، إنه هو عادل. على رأي قديس بولس الرسول لما بيقول في تسالونيك الثانية، الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وإنتم تاخدوا راحة وتاخدوا مجد وتؤهلوا بالضيقات دي لملكوت السماوات. ما تقلقوش، ربنا عادل، مش هينسى، بينساش تعب المحبة، ما بينساش جهاد الإنسان، ما بينساش ولاده اللي بيصلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، ما بينساش ولاده اللي بيقدموا ذبيحة صوم وانقطاع، ما بينساش ولاده اللي بيقفوا هما تعبانين عشان يصلوا ويقدموا ذبيحة حب وتسبيح وصلاة، ما بينساش ولاده اللي بيقدموا عطاء حتى من ظروفهم الصعبة، يقولوا مش ممكن، ده حاجة ربنا، تروح لربنا وزيادة شوية. ولاد ربنا اللي بيتعبوا دول واثقين ان ربنا ما بينساهمش وما بينسى لهمش تعبهم، واثقين من محبته ومراحمه وعدلته وقدرته ايضا. تحسوا انه يوسف
السكه منوره قدامه، شايف اخواته يعني هو بينور لهم، وليكن احنا اللي شايف ينور اللي مش شايف ما يجراش حاجه. بس يا بخت الانسان اللي يبقى عنده استعداد يفتح الباب للنور، يفتح الباب لكلمه ربنا، يفتح الباب للايمان، ما يقعدش يقفل على نفسه ويتذمر وبس. يوسف قال لهم ما تقلقوش، كل حاجة ربنا هيحولها للخير، بس روحوا هاتوا بابا وتعالوا، ولسه قدامنا لسه 5 سنين فلازم هتيجوا تعيشوا هنا. فقولوا له كده، قولوا لبابا ابنك يوسف بيقول لك قد جعلني الله سيدا لكل أرض مصر، انزل إلي لا تقف تتعطلش، فتسكن في أرض جاسان. برضو تحسوا زي ما قلت لكم إيه، يوسف عنده خطة، عارف أرض جاسان دي في الناحية الشرقية زي محافظة الشرقية دلوقتي، ومراعي كتير، والمراعي عند المصريين مش محبوبة، فتناسب راعي الغنم والأبقار وكده، وفي نفس الوقت تبقى هي قريبة من عشان الخروج بعد كده. كل ده في ذهن يوسف، فحطت أرض جاسان يعني إيه ده المكان المناسب. تحسه لأنه طبعا يوسف زي ما شرحت أنا في بداية ما مسك أرض مصر، لف مسح أرض مصر، عارف كل حاجة فيها، زي ما قلنا عمل وقرينا عمل مخازن في كل منطقة من مناطق أرض مصر، قسم مناطق أرض مصر إلى أرقام، ده رقم 1، دي المنطقة رقم 2، دي المنطقة رقم 3، وعمل مخازن قدر القمح اللي هيتزرع في كل حتة بعد الفيضان، وعمل مخازن في كل مكان، فكان حافظ أرض مصر. المجتهد دايما بيتعلم، والتعليم وزنة، التعليم وزنة تستخدم اهي في التدبير وفي خدمة الآخرين. لكن لو واحد مش عايز يتعلم، لا عايز يقرأ ولا عايز يسمع ولا عايز يشوف ولا عايز يجتهد ولا عايز ينزل يشوف بنفسه، طب معلوماته هتبقى ناقصة، وبالتالي مش هيعرف يخدم الناس ومش هيعرف يفكر، وهيبقى يعني سامحوني في الكلمة قليل الحيلة، يعني ما عندوش حلول في أي حاجة، قليل الحيلة، لأنه ما يعرفش وقفل على نفسه مش عايز يعرف. في حين اللي بيسمع كويس وينصت للنصيحة، واللي بيقرأ واللي بيشتغل واللي بيجتهد بيتعلم، والمعلومة وزنة، لازم ننسى كل كلمة النهاردة بنتعلمها دي وزنة بقت في إيدينا بتنور، وبنستخدمها وبنفيد بها الآخرين أيضا. فيوسف كان حافظ أرض جاسان، هي دي اللي تبقى مناسبة، فبيقول لهم من قبل ما يجوا خالص، يعني بابا لسه ما جاش ولا الشعب اللي معاه، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل مالك. قريبا مني لأنه هو في منطقة غالبا كانت زي إيه جنوب القاهرة حاليا، وأنا أعولك هناك، تقلقش أنا أعولك هناك، لأنه يكون أيضا 5 سنين جوعا، لسه المجاعة ممتدة 5 سنين جايين، لا تفتقر أنت وبيتك وكل ملك. حتى شوف الكلام في منطق، يعني يوسف كان حسن المنطق، مش واحد يعني بيدي أوامر ولا واحد يعني لا، بيتكلم بحب، ودي طريقة ربنا حتى معانا، طريقة منطقية، وصايا منطقية في مصلحتنا، وطريقته معانا كده، فتخلينا إحنا وإحنا بنخدمه نتكلم مع الناس بمنطق، مش بالعافية، مش بالأوامر. ربنا مش بيشغلنا بالأوامر، ربنا بيقدم لنا الوصية نصيحة حلوة اللي يعمل بيها كسبان، واللي ما يعملش بيها بيخسر، لأنها نصيحة كانت مهمة. يا بخت اللي يراجع نفسه يقول لا يا رب وصاياك دي أهم حاجة، أنا أعمل بيها على طول، ومش هيضحك عليا الشيطان ولا يقول لي هتخسر، مش ممكن اللي ينفذ وصية ربنا يخسر. فبيكلم بابا كده، بعت له الرسالة مع أخواته، بيقول له كده تعالى بسرعة، لا تفتقر، الأعاد عندك بخسارة. جميلة أوي، أنا أعولك. طبعاً إحنا قلنا إن يوسف ده كان إيه؟ كان رمز للمسيح، عاش مع ربنا واتحققت فيه خطة ربنا،
ودايما النوعيات اللي زي كده في العهد القديم كانوا بيبقوا رمز للمسيح في جوانب كتير. يمكن دي ناخدها حلقة لوحدها في الآخر، ازاي يوسف رمز للمسيح. لكن هنا لو خدنا رمز صغير على السكة كده، ان اللي يبقى مع يوسف يبقى في امان، اللي يبقى مع يوسف يبقى شبعان لا يفتقر ولا يجوع، اللي بعيد عن يوسف يفتقر. كان يوسف رمز للمسيح، فبالنسبة لنا كده دايما اللي مع المسيح شبعان، اللي مع المسيح يقول له معك لا أريد شيئا في الأرض، انت يا رب مش مخليني محتاج حاجة، كل احتياجاتي بتديهاني وبفيض بفيض. أما اللي بيدور على العالم وعايز من العالم، من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، أما من يشرب من الماء بتاع المسيح يبقى فيضان جوه قلبه، وفي ينبوع جوه قلبه يفيض إلى ما لا نهاية، يفيض بلا توقف إلى حياة أبدية. فقال له تعالى، تعالى لي هنا تسكن وتكون قريبا مني. برضو لو طبقناها على يوسف رمز للمسيح، لازم نكون كده قريبا مني، أعولك هناك. المسيح بيعولنا وبيهتم بينا لألا تفتقر أنت وبيتك وكل مالك. وبعدين يوسف لقاهم زي مبحلقين كده فيه، ومش مصدقين، مش مصدقين اللي بيسمعوه. على فكرة هم لسه ما اتكلموش ولا كلمة، يوسف بيتكلم وهم ما فتحوش بقهم، لسه واقفين من بعيد مش مصدقين، بيسمعوا لغتهم، بيسمعوا كلام عمره ما كانوا يتصوروه، وبرضو شوية لسه خايفين ومش مصدقين، بيسمعوا معلومات جديدة. كانت صدمة مش سهلة بالنسبة لهم، هي صدمة كويسة بس كلها حاجات صعبة وجديدة عليهم. فيوسف زي حاسس بيهم كده ان هم في الوضع الذهول ده، ذهول كده. فقال لهم هوذا أعينكم ترى وعين أخي بنيامين أن فمي هو الذي يكلمكم. أهو أنا يوسف، أهو بقي اللي بيتحرك، أهو فمي هو اللي بيكلمكم. تروحوا تخبروا بابا بالمجد اللي أنا فيه في مصر وبكل ما رأيته، وتستعجلون. شوفوا كذا مرة يقول لهم تستعجلون، أسرع أسرعوا واصعدوا، وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا وتجيبوه هنا أرض مصر. طبعا لما خلص كلامه واضح أنه زي فتح حضنه كده، وأول واحد كان أقرب ليه كان بنيامين، راح واخده في حضنه. ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه. حب بقى، ده الدموع دي دموع الحب، دموع الحب للواحد مش ممكن يقدر يمسكها، حب. وقبل جميع إخوته وبكى عليهم، وبعد ذلك تكلم إخواته معه. كل ده إخواته ما فتحوش بقهم من الصدمة، بعد ما خدهم واحد واحد بالحضن وبكوا على في حضن بعض وعلى كتف بعض، بدأوا ينطقوا وبدأوا يتكلموا. جزء بعد كده من عدد 16، وسمع الخبر في بيت فرعون، وقيل جاء إخوة يوسف، فحسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده. طبعا يعني فرعون حاسس انه مديون ليوسف، فبالنسبة له ان تيجي عيلة يوسف، ياه ده احنا نحطهم فوق راسنا، مديونين ليوسف زي ما احنا كده مديونين ليسوع. فالعالم لما الناس بتحس كده بحب يسوع، يعني بتكرمنا واحنا ما نستاهلش، لكن بتكرمنا عشان خاطر يسوع. فيوسف كان كده، يقولك فحسن في عيني فرعون في عيون عبيدي. فقال فرعون ليوسف قل لإخوتك افعلوا هذا، جت من فرعون نفسه كده، حملوا دوابكم وانطلقوا، اذهبوا إلى أرض كنعان وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي، فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض. فأنت قد أمرت
بيقول ليوسف ما بأمرك، افعلوا هذا، خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم واحملوا أباكم وتعالوا، ولا تحزن عيونكم على أثاثكم لأن خيرات جميع أرض مصر هي لكم. الله. طبعا زي ما قلت فرعون كان مديون بحياته وبحياة كل المصريين ليوسف اللي أنقذهم من الموت كله، فبالنسبة له راح قايل ده أنا ومهما عملت مهما عطيت ولا حاجة بالنسبة للي أنا خدته من يوسف، ده كويس إن أنا لقيت حاجة يعني أرد بيها الجميل ولو جزئيا ليوسف. فراح عارض عروض لازم تيجوا، وراح باعت عجلات اللي هي زي مركبات تشيل الناس الكبار في السن، النساء، الأطفال، يعني اللي السفر شق جدا عليهم، يعني في مشقة صعبة طبعا. واحد زي يعقوب ده 130 سنة وما بيشوفش وكبر خالص، يعني حركته ضعيفة، ازاي ده يسافر يسافر على في مركبات تجرها الخيول. فقال هاتوا كل حاجة معاكم، هاتوا الخير اللي معاكم، الدواب وكل الحاجات اللي معاكم، وإذا كان في حاجات هتتساب غصب عنكم، يعني حاجات بتاعت البيت، الأثاث، يعني الأوض، الأماكن اللي بيناموا فيها، الخيام، يعني في حاجات مش هيشيلوها معاهم، فما تزعلوش لأنه كل خير وغنى مصر ليكم. حاجة يعني إيه، منتهى الكرم من فرعون. وقال لي يوسف ده أنا بقولك بالأمر تعمل كده، طبعا يوسف فرحان كده. ففعل بنو إسرائيل هكذا، وأعطاهم يوسف عجلات بحسب أمر فرعون، وأعطاهم زادا للطريق، وأعطى كل واحد منهم حول الثياب. طبعا هم هيغيبوا يعني عدة أسابيع أو بضع شهور قبل ما يسافروا ويلموا حاجتهم وعزلهم ويرجعوا، ويصفوا ارتباطاتهم في الأرض اللي هم فيها، برضو عدد كبير وبيوت وشعب، يعني هم حوالي 70 نفس، فبرضو يصفوا ارتباطاتهم في الأرض، فعارفين عارف أنه هياخدوا وقت. فرح قال لهم، قال إيه، راح بعت معاهم أكل وبعت معاهم حتى حول الثياب وكده، وأعطى كل واحد منهم حول الثياب، وأما بنيامين فأعطاه 300 من الفضة وخمس حول الثياب، اتوصى ببنيامين أخوه. وأرسل لأبيه هكذا 10 حمير حاملة من خيرات مصر، وعشر أتن حاملة حنطة وخبزا وطعاما لأبيه لأجل الطريق. ثم صرف إخوته فانطلقوا، وقال لهم لا تتغاضبوا في الطريق. الله، تحسوا يوسف يعني إيه بقى، هو الأب بتاع أولاده، بتاع إخواته، هو صغير يعني لكن بقى الأب اللي بيهتم بيهم. بس روح الأبوة دي زي ما قلنا في الحكمة، هكذا في روح الأبوة، مش بالسن، بالإنسان اللي مليان من روح ربنا، يتملي بروح الأبوة، تحس إنه هو معتني بيهم، معتني ببابا الشيخ الكبير، ومعتني بإخواته وبعائلاتهم، معتني بكل واحد، ولطيف إن هو يقول لهم لا تتغضبوا في الطريق. نفسي أشوف الجو بتاع المحبة ده بينا على طول، تحس إنه هو صانع سلام ورجل سلام ومحب للسلام، لأنه فاهم إن بركات ربنا تنسكب على اللي عايشين في مناخ سلام، اللي بيحبوا بعض، اللي بيحبوا بعض بركة ربنا تشملهم وتملاهم، واللي بيتشحنوا مع بعض واللي مش مستحملين بعض واللي مش عايزين يصبروا على بعض واللي بينغصوا في حياة بعض، فين بركة ربنا بقى؟ ما تنقطع عنهم البركة، تنقطع عنهم البركة، بيتشحنوا، بيتغاضبوا، بيتخنقوا، في حين اللي بيحبوا بعض وعايشين مع بعض في سلام بركة ربنا إيه؟ تملاهم وتنسكب عليهم. بحب قوي المزمور اللي احنا بنصليه في صلاة النوم ومعظمنا حافظه صم، يعني اللي هو هوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا. المزمور ده ساعات بعض الناس ما تبقاش فاهمة ربط المعاني بتاعته ببعضها. المزمور ده لو احنا طبعا حافظينه، لكن
عايز أشرح إنه الآيتين الأولانيين أو الآية الأولانية دي مرتبطة بالآية الأخرانية، يتحطوا مع بعض، وبعد كده الجزء اللي في النص يتحط بعديهم. فلو فهمناه كده مع بعض، هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. لما الإخوة يسكنوا مع بعض، يحبوا بعض، عايشين في سلام، يصلوا مع بعض، يجتمعوا المسيح في وسطهم، يسكنوا مع بعض في سلام، ربنا يؤمر بالبركة والحياة إلى الأبد. شكل البركة إيه؟ ناخد الحتة اللي في النص بقى. شكل البركة تبقى كالطيب النازل على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون. ده شكل البركة، يبقى فيض كده بينسكب على الإخوات اللي ساكنين مع بعض. فهمنا المزمور؟ فهكذا يوسف فاهم إن لما نعيش في سلام ولا نتغاضب ونحب بعض ونحتمل بعض ونعيش في سلام مع بعض، بركة ربنا تنسكب علينا. ما تكون الكنيسة في سلام، بركة ربنا تملاها. ما يكون المناخ جو الخدمة في سلام، ربنا يبارك في الخدمة. ما يكون بيوتنا في سلام، ربنا يبارك في حياتنا. عشان كده بنحرص على السلام، ونستحمل ونصبر ونحب ونبذل ونطول بالنا علشان نعيش في سلام، مش نتغاضب ونزعل من بعض ونقفش مع بعض ونرد على الشر بالشر. لا، عايزين نبقى في سلام. فيوسف الحقيقة راجل سلام، صانع سلام، محب للسلام، وفاهم أن بركات ربنا بتنسكب في مناخ السلام. يكون في مناخ سلام، بركة ربنا إيه؟ تنسكب على كل اللي حاضرين. فتحسوا بيشتاق أن هم يبقوا قلب واحد وروح واحد. يعني أقدر أقول أن الضيقة اللي مروا بيها في الموقف وهم رايحين جايين على يوسف في مصر، الضيقة اللي مروا بيها واتسجن، وإحساسهم بالمسؤولية عن بيوتهم وعن إخواتهم، أخوهم بنيامين وقبليه شمعون، وعن باباهم، إحساسهم بالمسؤولية والضيقة دي وحدتهم وحدتهم. طيب خلصت الضيقة، ساعات الضيقة توحدنا. طيب خلصت الضيقة، بقينا بقى إيه؟ هنعيش ملوك؟ ها؟ ممكن الشيطان يدخل في وسطنا، يدخل في وسطنا ويحاول يلخبط حياتنا ويخلي فيه مشاحنات ومغضبات. لا، نخلي بالنا، عايزين نبقى في سلام ونعيش طول حياتنا في سلام. فهو يوسف كان متفاهم للحتة دي، الضيقة والإحساس بالمسؤولية وحدهم، جايين عشرة مع بعض متكاتفين مع بعض موحدين، عايز الوضع ده بعد الضيقة يستمر. فقال لهم انطلقوا ولا تتغاضبوا في الطريق. بعد كده من أول عدد 25، فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم وأخبروه قائلين. طبعا إيه؟ رسالة مذهلة هيبلغوا بها، رسالة مذهلة، زي ما هم اتصدموا باباهم هيتصدم أكتر. أخبروه قائلين يوسف حي بعد وهو متسلط على كل أرض مصر. رسالة صغيرة بس رهيبة بالنسبة له. فجمد قلبه لأنه لم يصدقه، خد صدمة كده وفقد، جمد قلبه مش قادر يتفاعل. فجمد قلبه لأنه لم يصدقه. ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، الرسالة اللي يوسف بعتها لهم، اسرعوا هاتوا باباكم وأنا هعولكم وأرض جسان وخير مصر ودسم الأرض وهتعيشوا وما يخليه لسه المجاعة 5 سنين وهتفتقروا لو قعدتوا هناك. كلموه الرسالة كلها. ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله. ده كان إثبات على صدق كلامهم، شايف خير، جايين محملين خير إضافي واللي كان بعته يوسف لباباه، وشاف العجلات المركبات اللي بعجل اللي جاية تاخده
وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم. بيفكرني كده بالابن الضال اللي كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، مع الفارق يعني. عاش، كان زي كأنه قلبه ميت وعاش. تتصوروش بقى القوة اللي دبت فيه والروح اللي دبت فيه. فعاشت روح يعقوب أبيهم، فقال إسرائيل: كفى، يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت. كان حي، يعني أنا كل أملي كان في الحياة أن أنا أشوفه حي، فخلاص أنا أروح أشوفه وأموت. ولكن الحقيقة ربنا عطاه أكتر من كده بكتير. ده شافه وعاش معاه وبارك له أولاده، وعاش بعد كده 17 سنة وشاف واطمن على أولاده وباركهم، وكانت نهاية الآلام الصعبة اللي مر بيها يعقوب. فكده خلصنا الإصحاح 45. الإصحاح 46 يعني هناخده بسرعة تكملة كده للإيه؟ للقصة بسرعة. يقول: فارتحل إسرائيل وكل ما كان له، وأتى إلى بئر سبع وذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق. فكلم الله إسحاق في رؤى، كلم الله إسرائيل في رؤى الليل، وقال: يعقوب يعقوب. فقال: ها أنا ذا. فقال: أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك. أنا أنزل معك إلى مصر، وأنا أصعدك أيضا. ويضع يوسف يده على عينيك. فقام يعقوب من بئر سبع، وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونسائهم في العجلات التي أرسلها فرعون لحمله، وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في أرض كنعان، وجاءوا إلى مصر، يعقوب وكل نسله معه، بنوه وبنو بنيه معه، وبناته وبنات بنيه، وكل نسله جاء بهم معه إلى مصر. موقف جميل جدا من يعقوب. طيب، في علامة واضحة إن يعني يوسف في خير ونروح مصر وباعت عجلات وكل حاجة ونروح، لأن هنا في مجاعة، المنطق بيقول كده. قال: بس أنا ما اتحركش من غير إذن ربنا، ما اتحركش خطوة من غير إذن ربنا، استنوا لما نصلي. يا بابا، ده يوسف بيقول أسرعوا، معلش نصلي الأول، لازم أنا أسمع صوت ربنا، لازم أشوف ربنا بيكلمني وأسمع صوته. جميل يعقوب، يا ريت كده كل واحد فينا يصلي ويسمع صوت ربنا. راح مخصوص بيت إيل، بئر سبع، يعقوب راح بئر سبع وذبح ذبائح لربنا، ذبح ذبائح وطلب الإرشاد من ربنا: يا رب أنزل ولا ما أنزلش. ففي رؤى الليل كده ربنا جه كلمه، قال له: يعقوب يعقوب. قال له: ها أنا ذا. فربنا كلمه. رسالة جميلة ومعزية بتأكد، ما هو لو الموضوع من ربنا بيأكده لنا، مش هنبقى يعني مشتتين ولا متشوشرين ولا حاجة. لو موضوع من ربنا بيأكده تماما بطرق عديدة، كل واحد بطريقة. يعقوب المرة دي ولأول مرة ربنا يكلمه بالطريقة دي. قال له إيه؟ قال له كلام معزي جدا وجميل. قال له: أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر. أنت بتستأذني؟ روح انزل. لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك. البركة مش هتفارقك، أنا هباركك وهجعلك أمة عظيمة هناك. أنا أنزل معك إلى مصر، وأنا أصعدك أيضا. طبعا دي حصلت بعد قرب 400 سنة من نزول يعقوب لمصر، كانوا بقى تحولوا إلى من 70 واحد لكذا مليون، لكن وعد من ربنا واضح أنه سلمه لأولاده وقاله لهم، عشان كده متسجل لنا: أنا أنزل معك إلى مصر، وأنا أصعدك أيضا. مع أن مش دي الأرض اللي احنا هنورثها، أيوة، بس أنا معاك في كل خطواتك. زي ما قلت لكم كده، إن في خطط تكتيكية بتنتهي
بالوصول للهدف. ربنا وعد بأرض كنعان، تمام، بس دلوقتي تكتيكيا هنروح مصر، دي خطة في السكة، تكبروا هناك، أرض مصر فيها خير، تحتضنكم، العدد يكبر جدا جدا، وبعد كده زي ما نزلت بيكم أنا هأصعدكم، أنا أنزل معك إلى مصر. وعد جميل، مفروض أن احنا دايما نقول له يا رب مش هنتحرك النهاردة ولا نروح شغلنا ولا نعمل أي حاجة إلا أنت بتتقدمنا أولا، فتنزل معايا وتطلع معايا، تتحرك معايا، تخرج معايا وتدخل معايا، ما تسيبنيش. عشان كده بنصلي دايما باكر قبل ما نروح في حتة، نقول له يا رب تخرج معايا وترجع معايا. أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أسعدك أيضا، ويضع يوسف يده على عينيك. ممكن تكون دي إشارة جميلة إنه عينيها تفتح ويشوف يوسف، أو يعني زي في كده إيه إشارة إنه يعني إنه بركة ربنا هتجيله أكتر عن طريق يوسف. فحلو الإنسان يصلي، حلو الإنسان قبل ما يتحرك، وخاصة خطوة كبيرة مش صغيرة، مش قرار بسيط، ان هم يعزلوا تماما من الارض بتاعتهم يروحوا ارض مصر، كانتش سهله. بس اللي بيطلب المشوره من ربنا ويصلي ويقدم ذبيحه شكر او ذبيحه حب لربنا ويطلب المشوره، زي ما ذبح ذبائح كده لربنا، ربنا على طول عطاله توجيه وعطاله بركه وقال له انا هباركك، وعطاله وعود ان هو يكون معاه ويحفظه في دخوله أرض مصر وخروجه من أرض مصر بسلام. بعد كده الجزء اللي هو عنده بقى زي ما قلنا بنون، يعني كل ولاده وولاد ولادهم وبناتهم، واضح أنه حتى بناته هو مذكورة دينا بس، لكن واضح أنه ممكن يبقى عنده بنات تانين غير دينا. من عدد 8 لحد عدد 3 لحد عدد 25 في سجل بالأسماء، سجل بالأسماء، رأوبين وولاده، شمعون وولاده، لاوي وولاده، يهوذا وولاده، وهكذا سجل بالأسماء. بعد كده من عدد 26 بيقول جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب، جميع النفوس 66 نفسا، وخاصة منهم النساء، فيعني يبقوا 70. وابن يوسف اللذان ولد له في مصر نفسان، جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر 70، يعني حسبها هنا 70، في النص السبعيني 75، لكن يعني هم في الرينج ده، يعني إذا كانوا حطوا حد ما حطوش حد، هم تقريبا 70 75 نفس أول عن آخر، بس يعني برضو عدد كبير، لكن نسبة للزيادة اللي هيزيدوها دول خميرة صغيرة خالص، لكن بركة ربنا حلت فيهم، تحولوا إلى عدة ملايين. فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جاسان، يعني يهوذا راح لهم شوية، راح ليوسف بدري وقال له الباقيين جايين ورايا، الفريق كله يعني العيلة. ثم جاءوا إلى أرض جاسان، أرض جاسان زي محافظة الشرقية هي في المدخل، فعبال ما وصلوا أرض جاسان راح يوسف يقابلهم. فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا، فقال إسرائيل ليوسف أموت الآن أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد. طبعا البكاء ده فرحة اللقاء بعد طول الغياب، فرحة اللقاء بين يعقوب وبين يوسف ابنه المحبوب، فرحة اللقاء دي طبعا ولا حاجة بالنسبة للقائنا مع ربنا يسوع. فرحة اللقاء لما نراه وجها لوجه، لما ياخدنا في حضنه ونعيش في حضنه إلى الأبد، نتمتع بمجد أبناء الله وميراث ملكوت الله. فرحة اللقاء
فوق الوصف، فوق الوصف بعد طول غياب. احنا دلوقتي بنسلك بالإيمان لا بالعيان، لكن عندئذ سنراه وجها لوجه، زي ما قال القديس يوحنا في رسالته الأولى، والقديس بولس أيضا في كورنثوس الأولى 13، نراه وجها لوجه ونشوف، هتبقى فرحة اللقاء فوق الوصف. طبعا هما الاثنين معرفوش يمسكوا نفسهم، دموع بقى يقولك بكى على عنقه زمانا، ويعني إذا كان ده كل أمله أنه هو يراه، لكن ربنا أعطاه أكتر من كده بكتير، وعاش معاه سنين طويلة كمان. بيقول إسرائيل أو يعقوب، بيقول أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد. وكأن إحنا لما نتلامس مع المسيح القائم من الأموات نقول إن إحنا خدنا القيامة، الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام، حملناه بعد كل قداس كده بنحمل المسيح فينا ونثبت فيه، فنقول له الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام، نموت الآن لأننا إيه اتقابلنا مع المسيح الحي القائم من الأموات، اتقابلنا معه في قلوبنا وفي حياتنا، فهو يقمنا. خلاص ما بقيناش عايزين حاجة من الدنيا، مش عايزين حاجة خالص من الدنيا، عايزين نعيش معه إلى الأبد، ده أجمل وضع وأجمل لحظات عايزينها تمتد إلى الأبد. ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه، أصعد وأخبر فرعون وأقول له إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي والرجال رعاة غنم، فإنهم كانوا أهل مواشٍ وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم، فيكون إذا دعاكم فرعون وقال ما هي صناعتكم، ما صناعتكم أن تقولوا عبيدك أهل مواشٍ منذ صبانا إلى الآن ونحن وأباؤنا جميعا لكي تسكنوا في أرض جسان، لأن كل راعي غنم ركس للمصريين. يعني عايز زي بيلقنهم يقولوا ايه لفرعون، يعني بيرسم لهم بحكمه السيناريو بتاع اللقاء مع فرعون والحديث مع فرعون يمشي ازاي. وطبعا واضح ان فرعون كان بيثق في يوسف بشكل كامل ونفسه يرد حاجه من الجميل بتاع يوسف. يعني لقنهم كده، قال لهم بصوا ده دي احنا ناس بتوع مواه بتوع غنم، احنا رعاة غنم، والمصريين كانوا بتوع مواشي مش بتوع غنم، فالمواشي حاجة والغنم حاجة تانية، فيقول لك راعي غنم كل راعي غنم ركسه للمصريين، فاحنا نقعد بعيد في المنطقة بتاعت جسان دي ونستقر فيها علشان ما نضايقش المصريين بالغنم بتاعتنا، لان طبعا تعرفين كمان الغنم بتتكاثر بشكل كبير اكتر كتير من المواشي يعني. وقال انه هيروح لايه لفرعون. علشان الوقت بتاعنا هكتفي بكده، يبقى احنا خلصنا الساعه 46 ونكمل ان شاء الله لساعه 47 من المره الجايه، ولربنا كل مجد وكرامه الى الابد امين. كيف تعلمنا أبي يعني قصة يوسف قصة جميلة، وكل ما نتأمل فيها كل ما نتعلم حاجات كتيرة. يعجبني القول اللي قاله قد أرسلنا الله وقد جعلني الله، كل حاجة حاسسها أن هي من إيد ربنا وعطية من عند إيد ربنا، رغم أنه كان في ضيقة أو في شدة، لكن هو كل حاجة بيرجع لربنا والفضل لربنا، حتى في وسط الضيقة وفي وسط النجاح بيرجع لربنا. السؤال الأولاني، مش قادر أنسى الناس اللي عملوه فيا، نصيحة قدسك إيه؟ بص إحنا بنبص لأعمال ربنا فبتغطي على الصغائر بتاعت الناس. دايماً لما الواحد يبص لعمل ربنا الحلو في حياته والخير اللي ربنا بيدهوله والتعويض اللي ربنا بيعوضه بيه والنعم اللي ربنا بيديها له، الحاجات الصغيره بتاعت الاخطاء الاخرين الصغيره دي ماينورز، كلها ماينورز وحاجات صغائر كده ولا حاجه، ربنا يسامح الكل ويبارك الكل. يعني هو يوسف لو كان صغر نفسه وراح انتقم لنفسه من اخواته وبهدلهم وشغلهم عبيد ولا باعهم زي ما باعوه ولا
كان بقى يوسف الكبير اللي احنا فرحانين بيه ده، واللي شايف عمل ربنا وبيقول أرسلني الله وما تزعلوش وده الاستبقاء حياة، ده شايف عمل ربنا، كبر. كبر يوسف لما ارتبط بربنا ودايما نركز على عمل ربنا في حياته، فكبر. عايزين نكبر، مش عايزين نصغر نفسنا ونفضل يعني منحصرين في الأخطاء بتاعة الآخرين ضدنا. الآخرين دول غلابة، صدقوني غلابة، يعني الآخرين دول يا إما شيطان ضحك عليهم، يا إما هم محصورين في ذواتهم، يا إما هم يعني فلتت منهم حاجات ممكن تكون بقصد أو بغير قصد أو بجهل أو وليكن، وليكن نعذر بعض ونسامح بعض، والموضوع في إيد ضابط الكل في الآخر، يعني هم ما بيقدروش يأذوني أصلا، فأنا هسامح لأن ربنا بيعوضني، أسامح وما صغرش نفسي. خلينا نكبر ونتغاضى عن تصرفات الآخرين الوحشة، ونبص أكتر لأعمال ربنا الحلوة معانا، هي دي اللي تفرحنا وتكبرنا ونتعزى بيها دايما وننمو كمان. تمام يا أبي، يعني الناس اللي بتغلط دي تبقى محتاجة معونة، فبدل ما احنا نرد الإساءة بالإساءة نعينهم ونوريهم محبة طبعا عشان نكسب الجميع، زي ما يوسف كسب إخواته زمان لو سابونا، إن بمحبة يوسف كسب وعاشوا في سلام زي ما قال مثل الطيب النازل على لحية هارون. سؤال تاني يا أبي بيقول: هل عرف يعقوب أن إخوة يوسف باعوه؟ باعوه يعني وعملوا ال بيتهيألي الكلام كده مفهوم ضمنا لما قالوا له يوسف ابنك حي، طبعا يعني القصة اتعرفت خلاص، مش مذكور بالتفصيل طبعا، لكن يعني ومن راح مصر ازاي، يعني من راح مصر ازاي، فيعني هم يعني يعتبروا كده ده اعتراف ضمني، يعني اعتراف لما قالوا له ابنك يوسف حي اعتراف ضمني بأنهم كذبوا عليه في الأول، أو أنا أعتقد أنه هو عرف، لأن مدام ده تسجل، مدام ده تاريخ مسجل بالكامل، فإذا يعقوب عرف. ولكن يعقوب كمان تجاوز، لأنه الأيام عدت بحلوها وبمرها عدت، وهم اتنقلوا لمستوى حلو خالص، فيعني وواضح كمان أنه يوسف أكيد مع باباه برضو عزاه وقال له ده الاستبقاء حياة، يعني ومرجح جدا انه يعني اخوات يوسف قالوا لباباهم كده، هو قال لنا الاستبقاء حياة وده فاضل 5 سنين لسه بمجاعة، وانا ربنا بعتني ارض مصر علشان يعني نحافظ على العيلة وما نموتش، فوليكن وليكن ليس خفي الا ويعرف. لم يذكر برضه في الكتاب يا أبي، مش لم يذكر إن يعني بالدقة، يعني لم يذكر بالتأكيد، إن لكن ليس يعقوب برضه ما زعلش، يعقوب ما زعلش منهم، ما سمعناش إن هو زعل منهم وشال منهم وقال لهم أنا قعدت طول السنين دي أعطى لكل واحد نصيبه في الآخر، يعقوب وبرضه إداله نصيب. نبأ لكل واحد وهنشوف إزاي بيقول على يوسف يعني. تمام يا أبي. سؤال تاني: هل أرض يعقوب هي نفس أرض الموعد اللي هيروحوا ليها، يعني بعديها هي نفس الأرض اللي هيروح فيها هي شعب إسرائيل؟ اللي فيها بئر 7 وكده؟ هي دي اللي هيرجع لها شعب إسرائيل مرة تانية. ايوه هي أرض كنعان. سؤال تاني يظهر على الشاشة: سلام يا أبي، ربنا يعوض خدمتك وكهنوتك. هل لازم كل ظلم على الأرض يكون ليه تعويض على الأرض، زي ما يوسف ويعقوب اتحرموا من بعض وربنا عوضهم باللقاء بعد سنين، ولا مش لازم أفضل مستني تعويض ربنا على الأرض؟ تالي ان احنا جاوبنا على حاجة زي كده المرة اللي فاتت، لكن نقول تاني مش لازم نستنى التعويض على الأرض، احيانا يبقى التعويض على الأرض واحيانا يبقى التعويض في السماء بس، واحيانا يبقى الاتنين تعويض على الأرض وفي السماء. فربنا عادل وليس بظالم حتى ينسى تعب المحب، وفي نفس الوقت احيانا يبقى مفيش تعزية على الأرض لكن التعزية تبقى في السماء. لكن بوجه عام ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، سواء على الأرض أو في السماء،
ممكن يحصد حاجات على الأرض كويسة، وممكن يحصد حاجات كتيرة حلوة على الأرض، وممكن ما يحصدش كتير على الأرض ويحصد كله في السماء. بس الشاطر اللي يزرع خير وسلام ومحبة. تمام يا نشكر أبونا يوحنا كتير، اتعلمنا النهارده كتير. ربنا يبارك في كلمتك يا أبي، ويجعل الكلمات دي سبب نافع لينا كلنا، إن آمين. إحنا نحاول نزرع المحبة مهما الناس عملتنا بالطريقة بتاعتهم، إذا كان فيها شر أو حاجة مش كويسة برضه نعامل بالمحبة. ربنا يحافظ عليكم ويكون معاكم ويبارك في كلمتك يا أبي. حل إني هنختم مع بعض. حلو، تفضل يا بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نشكرك يا رب على محبتك والفرصة اللي جمعتنا نسمع عن يوسف ونتعلم منها يا رب. ادينا القلب النقي زي قلب يوسف اللي هو زي قلبك وعلى مثالك، ان هو بيغفر بسهولة مهما كانت الأذية من الناس، لكن كان قلبه نقي ان هو يغفر لإخواته، مش يغفر بس لكن هو يستقبل إخواته ويرعاهم ويرعى بابا. ادينا القلب النقي يا رب، ان احنا نحب كل الناس ونطلب خلاص كل الناس مهما اتعمل فينا. ادي نعمة وبركة وحافظ على أولادك وبناتك في كل مكان. اذكر خدمات أبي أبونا يوحنا وأبونا صميم وآباء المنطقة، بارك في هذا الاجتماع وأعطيه أن يكون سبب بركة. ادينا يا رب صمم مقدس نقي طاهر أمامك، يكون مرضي أمامك. اغفر لنا خطايانا وتقصيراتنا من أجل صلوات الطلبات وشفاعة من عذراء طاربت من ترفع عنا في كل حين. شهيد عظيم ماري يوحنا المعمدان، ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، والقديس بابا كرولوس، وكل ما صاف القديسين. استجب لنا عندما وكلات الدنيا قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. تفضل أبي. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. ما أروح أيضا.